هذه الانطلاقة حتى على مستوى الأهداف المسجلة الفتح سجل أكثر، الفتح سجل أكثر مقارنة مع فريقه الوداد البيضاوي. فرصة 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 أقول لكم بأنه أعرف رضا الغازوفي صاحب الأهداف الحاسمة، رضا الله الغازوفي صاحب الأهداف القاتلة، رضا الله الغازوفي يعشق الأهداف في الوقت القاتل، ها هو يفعل رضا الله الغازوفي ويمنح التقدم للكوكب المراكشي. فارس النخيل ينتفض في هذه الأثناء، فارس النخيل يستفيق في هذه الأثناء، الباجا وحاضرون هذه الإعادة مرة أخرى. شو بينا نجمع التمرير لرضا الله الغازوفي، أوه جميلة جدا، شوف التوغل، شوف التسديدة في القائم، وهذه معلاش يا زوير خوذة عندك في الشباك، هنا الاستلام، هنا اللعب البديل، هنا بالتخصص بالأهداف في الوقت الحاسم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، جميع الحقوق محفوظة لدى قناة